لعبت 18 مباراة وخسرت مباراة واحدة، وكنت أفضل مدرب منتخب في العالم. رسالة مثيرة من روي فيتوريا في وداع جماهير الكرة المصرية بعد رحيله عن منتخب مصر مش هتصدق إلا قاله. جدل كبير اتسبب فيه مدرب المنتخب المصري السابق روي فيتوريا بعد ما قرر يبعت رسالة للجماهير ويتكلم فيها عن كواليس مسيرته مع منتخب مصر، وكمان يودعهم بعد رحيله عن المنتخب. فيتوريا قال في منشور ليه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: هناك قرار صدر من الاتحاد المصري لكرة القدم بإنهاء مسيرتي بشكل رسمي كمدرب منتخب مصر بعد مرور أيام خلال الفترة الحالية على الإعلان عن رحيلي. وبعد فترة تفكير أستطيع أن أقول أنني غادرت بعد 18 مباراة، تلقيت خسارة واحدة وترشحت لأفضل مدرب منتخب في العالم. وقال كمان فيتوريا عن الفترة اللي قضاها مع المنتخب بلغة الأرقام: أننا كان لدينا رغبة في بناء أساس متين لحاضر ومستقبل للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، ونواجه العديد من التحديد خلال الفترة الحالية. كان الهدف من عقدي مع منتخب مصر كان معروف علناً خلال الفترة الحالية، وهو وضع أساس لإعداد وتجديد الفريق لكأس العالم القادم 2026، ونحن في بداية 2024. جئت في وقت مليء بالتحديات مع هدف تغيير موقف المنتخب الغائب عن كأس العالم وفي المركز الأخير بتصفيات أمم أفريقيا. تأهلنا ونتائجنا كانت شاهدة على قدرتنا على تخطي التحديات والجودة في تطوير عمل لكن من الواضح أننا لم نكن راضيين على الإقصاء بركلات الترجيح في أمم أفريقيا الأخير، ولكننا نعرف الصعاب التي واجهناها والتي ربما سأتحدث عنها لاحقا. وواجه كمان روي فيتوريا رسالة الجماهير وقال فيها: شكرا لجهاز الفني وطاقمي وخاصة اللاعبين الذين كان التزامهم وشغفهم عاملا رئيسيا، وللجماهير والمشجعين في مصر شكرا على دعمكم المستمر. أثرتني هذه التجربة على المستوى المهني والشخصي وجعلتني مقتنعا كما قلت دائما بأن مستقبل كرة القدم المصرية يمكن أن يكون واعدا إذا رغب الجميع في ذلك. فيتوريا رحل عن منتخب مصر بعد الأداء اللي قدمه مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية والخروج من الدور 16 بعد الهزيمة من الكونغو في مفاجأة ما حدش كان يتوقعها. وبالفعل انتقادات كبيرة طالت المدرب ومطالبات برحيله، منهم وليد صلاح عبد اللطيف اللي قال في تصريحاته على أداء المنتخب: سؤال بس الأول، هو لسه فيتوريا موجود؟ وهل هيكمل؟ يبقى هو وحازم إمام يقدموا استقالتهم. فيتوريا لم يدرب منتخبات من قبل وتاريخه مع الأندية فقط، وسكالوني مدرب الأرجنتين الحاصل على كأس العالم يحصل على راتب أقل منه. كمان من المنتقدين الكابتن رضا عبد العال اللي قال: روي فيتوريا المدرب الفني للمنتخب الوطني لازم يمشي، فهو أسوأ من تولى تدريب الفراعنة في السنوات الأخيرة. أطالب برحيل اتحاد الكرة وروي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بعد الخروج المهين في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوتيفوار. وفعلا بدأ اتحاد الكرة يدرسها كويس، وبعدها اتفق مع المدرب على تقسيط قيمة الشرط الجزائي على دفعات، واللي يقدر براتب 3 أشهر بقيمة إجمالية 600 ألف دولار.